لموضوع مهم وعالم الطفولة، ويمكن هلأ كل الأهالي هيدا الموضوع بيعنيهم كتير. أكيد نور، رح نحكي أكثر عن الأطفال واكتساب مهاراتهم اللي بيبدأ من عمر صغير، اكتساب مهارات مثل الحديث، التفكير، الاستقلالية أو حتى التوكل على الأهل. كل هاي الأمور بتبدأ من عمر صغير عند الأطفال، وممكن يساهم هذا الشيء بتكوين شخصية الطفل لبعدين. أكيد سلمى، لهيك دائما يسعى الأهل لتربية طفلهم على شخصية قوية، ثقة بالنفس، يعلموه يمكن كيف يتعلم من الحياة، صحيح، يتعامل مع الآخرين خصوصا ضمن الظروف اللي عم نعيشها. كيف اليوم بدي أدرب طفلي على الحوار والتعامل مع الآخر؟ أسئلة كتير رح تجاوبنا عليها ولاء الحسن، اختصاصية علاج النطق وكلام عند الأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، صباحكم يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش مع حضرتك من سؤالنا لليوم، إيمت ممكن الأهل يبدأوا بالشغل على أطفالهم؟ شو العمر ممكن يبلشوا يعلموهم شو يعني حوار؟ كيف أنا ممكن أدخل بحديث مع حدا سواء بالعيلة أو خارج العيلة؟ اسأل وجاوب. أوكي. هلأ مثل ما تفضلتي بالبداية إنه هو مرحلة الطفولة المبكرة هي بتبلش فيها اكتساب مهارات الحديث، مهارات التفكير، الاستقلالية، الاعتماد على النفس، التواصل والتواصل كله لصقل هوية هذا أو شخصية هذا الطفل. هلا اذا نقول امتى بنبلش، نحن من العمر الصغير ببلش الطفل بيتعلم هي المهارات. طبعا كل مرحله حنحكي عنها كيف ببلش الطفل بيكتسب هي المهارات، بس خلينا نركز على فكره انه الحوار هي اخر مرحله نحن بنوصل فيها مع الطفل بمهارات تعليم الحديث والحوار. يعني هي اخر مرحله الطفل بده يوصل لها، في قبل كثير مهارات على هذا الاساس بده يبلش الاهل تشتغل على الموضوع هذا لحتى ننمي ونطور هي المهاره. هي ما أنا مهارة سهلة، هي إلى أسس بناء للطفل من عمر صغير لوقت يوصل لعمر فعلا هو يحسن يتواصل بالكلام ويحسن يسمع ويحسن يبلش يرد على الأسئلة ويناقش، مو بس أنه يكون هو شخص بيرد على السؤال. يمكن قلتي نقطة كثير مهمة، للوصول للحوار في أسس يمكن وخطوات بتتبعها ومهارات لازم الأهل يشتغلوا عليها لتكوين شخصية الطفل. خلينا نبلش فيها، يعني طيب. لما اقول انا مبلش صح مع طفلي ففيني فعلا خوض معه حوار ونبلش بهي، يمكن فينا نقول من خلال البيت، من خلال العيله، من خلال الاهل. تمام. من بدايه ولاده الطفل لعمر 3 سنين هي المرحله الاولى اللي بلش الطفل فيها بتواصل وبتفاعل. هون بيكون مهمه الاهل، هي المرحله يلي بتبلش الاهل بيقول لك امتى انه انا لازم احكي كثير مع ابني، امتى الولد لازم يكون عنده هي البيئه الغنيه من المفردات والكلمات. نحن هي العمر هذا عمر الحساس يلي هون بيكون مهمه الاهل انه نحن كثير نحكي مع هذا الطفل بهي المرحله، ننمي عنده مهارات التواصل، كمان نحاول قد ما فينا نعطي اهميه للاستجابات اللي هو بيعملها. يعني اليوم الطفل اي شغله، حركه صدرت منه، صوت، انفعال، استجابه، نحن نعطيه اهتمام لانه هون بلشنا بمرحله التنميه للمهارات اللي بدنا نوصل لها، هي مهاره الحوار والتحدث وغيرها. فهي هي المرحله مرحله انه الام هون هي البيئه الغنيه بالكلمات والمفردات اللي هي بدها تغذي هذا الطفل بهي المفردات اللي بدها توصل للجمل. نيجي لمرحلة من 3 سنين لعمر 7 سنين، هي المرحلة ببلش الطفل هون تشكلت عنده مفردات كتير، بلش يحكي بجمل، هون بلش نشوف عند الطفل مرحلة السؤال. هون مهمة الأهل إنه يبلشوا يعلموا الطفل إنه هن يسمعوا لسؤال الولد اللي عم يحكي. نحن هون ما نبلش نعلم الطفل هو يسمعنا ونحن بنحكي معه، لا، هون مرحلة الطفل كتير بيكون عنده أسئلة، وهي الأسئلة لازم تكون نحن نهتم فيها. أي سؤال لو كان معنا مهم نحن نعطي اهتمام، لأنه أنت هون عم تبني شخصية الطفل وعم تعلمي مهارة الانصات، بس أنت لازم تكوني النموذج الأول له، إنك أنت مثل ما عم تسمعي هو فيما بعد حيبلش يكتسب منك هاي المهارة وتتطور عنده مهارة الاستماع والانصات، وهي أول وحدة من مفاتيح التواصل الفعال عند الأطفال. فأنا لازم بهي المرحلة من عمر 7 سنين مثل ما قلنا إنه أنا كثير نمي مهارة الاستماع، وإني أنا أهتم بأي شيء هو عم يسأله وما أكون مل من أسئلته، لأنه هاي الأطفال بهي مرحلة 3 سنين للسبعة هو بده يسأل كثير، بده يكتشف، خصوصي هو صار بمرحلة كمان روضة، فهو صارت عنده بيئة جديدة عم يتعرض لها، فهون كثرت عنده الأسئلة، فأنا لازم اهتم فيها. نجي من عمر 7 سنين وبلشنا بمرحلة اللي ما بعده هي تتطور عنده، بقى هون بلشت عنده الطفل مهارات الحوار، هون لازم الأم بقى تبلش
بتصير في مناقشات، هون بلش نفوت القيم، المفاهيم، الأسئلة، هون بتبلش بقى بتتطور هاي المهارات لحتى نشوف إنه الولد فعلا عنده صار أسلوب الحوار. وهون أستاذ ولا بدي أسألك بهذا العمر تحديدا، بنشوف كثير من الأهل بيلجأوا لأحد الأساليب اللي هو إنه خدي الولد أو البنت بالأعداد تبع الكبار، خليه يقعد يسمع كيف بيحكوا مثلا الأمهات أو كيف بيحكوا الرجال بالبيت، خليه يقعد مع اللي أكبر منه ليتعلم الحديث ويتعلم الحوار، هل هذا الشيء صح أو لا؟ أنا لازم يكون تعليمي له هو طريقة مختلفة. هلأ نحن دائما بنقول حتى نبني على بيئة صح لازم يكون فيها حوار، لازم الطفل يتعلم انه هي البيئة فعلا هي بيئة بيشوف هو من اهله امه وابوه كيف بيتحاوروا مع بعض، شو اسلوبهم، لانه هو عم يكتسب منهم. بس نحن لازم نراعي المرحلة العمرية، يعني مو معقول طفل لسه عمره او طفلة عمره مو بتناسب مع المكان اللي هي تروح تقعد فيه تسمع حوار اكبر من المستوى اللي هي بالمرحلة العمرية. فنحن بدنا نحاول قد ما فينا نهيئ الجو التفاعل والحوار بمواضيع فعلا ممكن الطفل يهتم فيها ويكتسب أساليب الحوار. أنا ما بيهمني شو هو نوع الحديث للطفل ده يتعلم ويتعلم شيء أكبر من عمره، أنا بيهمني أسلوب الحوار بين أب وأم، يعني النبرة، يتعلم كيف أسلوب النبرة، يتعلم كيف طريقة التواصل الصح مع هدول الأشخاص، كيف أنا بلش بموضوع وإنهي هذا الموضوع، ما ضل أخذ. يعني مشكلة الأولاد أول ما بتبلش بيحكوا، بعدين بتقولوا للموضوع اللي بعده، بعدين بيرجعوا بفوتوا للموضوع الأول. أنا هون بدي أعلم هذا الطفل إنه أنا بلشت بحديث إني أنا حاول إنهي هذا الحديث لانتقل للمرحلة اللي بعدها. هدول الشغلات تكتسب من البيئة اللي هو عم يعيش فيها. فأكيد أسلوب الحوار بده يكون موجود كنموذج قدامه، ولكن نختار النماذج السليمة أكثر للطفل. ويمكن العمر بيلعب دور للطفل، وكنا عم نحكي خلال رحلتنا الصباحية أهمية اللعب عند الأطفال من خلال علاقة الأب مع أولادهم، الأب والأم. خلينا نحكي اللعب، كيف فينا نحن نلعب على كثير من التفاصيل لنعلم طفلنا اليوم آلية الحوار من خلال توصيل الفكرة يمكن بطريقة جميلة مريحة، لأنه دائما هي أساليب التربية تختلف. لما يكون شيء بطريقة مباشرة ولما أفرض على الطفل بصير الموضوع نوعا ما بالنسبة له ممل ومتعب، حتى الحوار يمكن ما بيحبه. بس لما نقول نحن بنلجأ لبعض الوسائل من خلال اللعب، ونحن بنعرف كل الدراسات وكل العلماء قالوا أهمية تنمية جميع المهارات لدى الطفل من خلال اللعب. ما هو الفكرة طالما عم نحكي عن طفل، فهو الطفل حيجي يقول لك تعي نلعب وتعي نحكي، يعني هي الفكرة. فهو لما نحن نستغل اللعب لحتى نحن نطور هاي المهارات اللي موجودة، بنعرف الحوار بيعتمد على عناصر كتير لحتى يصير في رسالة معينة بنتناقش عنها وبصير في عليها حوار وأسئلة. فاللعب هي بدها تكون واحدة من هاي الوسائل اللي أنا بحاول إني أنا كون له مثلا أطفال من عمره أو أنا كمان أو إخواته، أو يعني هون بيكون عم يكتر العناصر اللي بده يتواصل معه الطفل. وفدائما بفكرة اللعب نحن بنحاول نهتم باهتماماته، يعني مثل ما قلنا الطفل هو بيحب يلعب، فأنا بدي أستغل فكرة إنه مثلا بيلعب بالسيارات، فنحن ممكن خلال اللعب الشيء اللي هو بيهتم فيه إني أنا أطور عنده مهارة الحديث، مهارة الإجابة على الأسئلة. كمان مشكلة الأهالي اللي بتوقع فيها إنه هن بيفكروا إذا تعاملوا مع الطفل بالحوار، يوم تقولي للأم إنه طوري مهارات الكلام عند الطفل وعدي أحكي معه، هي بتفهم إنه أنا لازم أسأله حقق معه إنه كل ما فات من المدرسة شو عملت اليوم، شو أكلت، شو جابوا لكم، مين إجا، مين راح، شو عملت أنت رفقاتك. الطفل هون ببعد عن أسلوب الحوار لأنه بحس حاله بمحطة تحقيق، هو ما عاد حسن إنه يرد على كل الأسئلة. تمام، فالحوار هو بده يكون مبني على تواصل صح، على أسئلة ما تكون هي بمثابة تحقيق، وخصوصي الأسئلة اللي بتكون الطفل أحيانا ممكن يتجنبه إنه يجاوب عنها. وفي كمان أهالي بتفكر إنه التواصل إنه أنا أعطي أوامر أو إني أنا عم بفتح مع الطفل حديث إني أنا أطلب منه هو ينفذ. كمان هاي الأمهات كتير عم توقع فيها، بتقولك أنا بتواصل كل نهار معه بطلب منه بيرد علي، هذا مو أسلوب للتواصل ولا هو فتح حوار ولا حديث. أنا بحاول دور على اهتماماته لو كانت بسيطة، لو كانت بالنسبة إلي هي معنا مهمة، عن طريق لعبة، عن طريق موضوع هو بيهتم فيه. أحيانا كتير اليوم نشوف أطفال فعلا مهتمة بأي نوع من أنواع مثلا الكرتون أو من أنواع الشغلات الموجودة بالحياة أو بالحيوانات. كتير أحيانا بتلاقي أهالي من عن طريق القصص بتنقي نوع من الحيوانات الطفل بيهتم فيها، بتاخد هذا المدخل لأنه هي تبلش تتطور عنده أساليب ومهارات الحديث. ودائما نحن بننوه إنه لازم الأم تختار الوقت المناسب، يعني ممكن في أطفال تحب تحكي قبل ما تنام،
في اطفال تحب اثناء عمليه الاكل تحب تاخذ وتعطي، في اولاد اثناء مرحله اللعب. فهون انا بدي اختار الوقت يلي الطفل بعرف انه هلا بحب يحكي، هون الام بتكون هي بتعرف مهارات ابنها وبتعرف طبيعه ابنها وكيف المدخل اللي بدي يبلش معه. كمان خلينا نحكي شوي عن الاخطاء الشائعه اللي احيانا ممكن الاهل يعملوها، هن طبعا بدون قصد انه يؤدي هذا الشيء لسلبي، اللي هو نوعيه الحوار اللي احيانا بيكون في خلط بين المزح والجد، انه انا عم بمزح لا تسمع كلام امك، لا تسمع كلام ابوك، اذا قال لك هيك لا ترد عليه، عيط، خانق، بكون انا معجبه بشكل الطفل وهو عم بيؤدي هي الاصوات او طريقه حديثه، بس انا عم علمه طريقه واسلوب بالحوار هي خاطئه، فالطفل بيطلع عنده ردود فعل قاسية أحيانا وعنيفة، وهو مفكر إنه هذا الشيء طبيعي وجميل لأنه لقى صدى جميل عند أهله ومحبب لأسلوبهم. خلينا نحكي عن بعض هاي الأخطاء الشائعة. بصراحة بالنسبة لأخطاء الحوار اليوم كثير ممكن الأهالي فعلا توقع فيها وبدون قصد، مثل ما تفضلتي، إما ممكن تكون هي عم تخلي إنه يتعزز عنده طريقة حوار مانا سليمة ومانا صح، أو ممكن تخلي حتى التجاهل. يعني اليوم في كثير أمهات بيكون الولد بدها تحكي، الولد مهتم وجاي بده يتواصل وبده يحكي، وفي عنا أطفال اجتماعيين جدا، فالأم ماني فاضية لك بعدين بنحكي. هلا أي واحدة من الأخطاء إنه أنا بتجاهل الطفل، فأنا بلشت أثر على نفسيته، بلشت إني أنا خليه هو يصير ضعيف الشخصية، رأيه مانه مهم. بعد هيك بتشوفه بيقعد بمجتمع، بتلاقي الام بعد فتره انه الولد ما عم يتواصل، ما عم يعرف يحكي مع العالم، ابني عنده مشكله، انطوائي. هو ما هو انطوائي، بالمقابل انت كان ببيئه هو كثير عم يحاول، عنده مفردات وعنده اسئله وعنده شغلات يتحاور فيها معك، لكن انت اعطيتيه نوع من الاهمال والتجاهل لهذا الموضوع. فهو لما ما بيلاقي البيئه تبعه عم تحتضن هي الافكار او هي المواضيع اللي هو جاي يحكي فيها، فهو بالمقابل ما عاد يطلع يحكي باي موضوع. حتى نحن بالشخصيات اليوم الأهالي لازم تنتبه، منلاحظ إنه في عنا أطفال هن عندهم مخزون وعندهم بس ما بيتفاعلوا ما بيحكوا، والمقابل في منهم اجتماعيين كتير وما بيسمعوا، يعني هو بس بهمه يضل يحكي. هون بدنا نميز إنه نحن لازم الأم تعرف لما بدي أعمل مع هذا الولد يلي هو بيحكي كتير، هذا ما عنده مهارات استماع وانصات، فهم بدها تحاول إنه قد ما فيها ما تعطي كتير حوار، تخليه يسمع شو عنده هو يسمعه. فهون أنا بدي نمي هاي المهارة، لأنه هاي مع الكبر عم تعمل له مشكلة، هو بس بيكون كتير الكلام بس بده يحكي، هذا اجتماعي كتير، اجتماعيته عالية ولكن ما بتخدمه. وفي عنا أطفال كمان هن عندهم مهارات، ولكن هنا عنده مهارة الانصات بتكون عالية، بيسمع أكثر ما يحكي. كمان هذا عنده مشكلة، هذا لأنه بيخاف ممكن يحكي، بجوز يكون انطوائي بفترة معينة وما تعززت عنده مهارات التواصل الصح أو عطته الأم هي الثقة بالنفس والبيئة اللي عم يعيش فيها. فهون ننتبه لهدول أنماط الأطفال اللي نحن عم نتعامل معهم لحتى كيف نطور مهارات الحديث. الحوار أهميته إنه أنا بخلي الشخص يصير يعبر عن مشاعره، يصير يعبر عن أفكاره. فإذا نحن ما وصلنا لهي المرحلة نحن هنفوت بمشاكل سلوكية كتير كبيرة، إنه هو عنده ضغوطات وما بيعرف يعبر بالكلام، والكلام هو واحدة لحتى نحن يعني نوعا ما يكون عنده رضا ذاتي ونفسي ويحسن هو يتواصل مع كل المحيط ويكون فعلا شخص فعال، وحتى بالمدرسة يكون له وجود، وإلا هذا حيأثر على النواحي النفسية والشخصية. هذا اللي كنت بدي أسألك عنه، يمكن البيئة المحيطة بتلعب دور. تمام. لما نقول له كيان وشخصي إن كان بالمدرسة أو نحن بنعرف النساء عاملات، فبتحط ابنه بعمر صغير بالروضة، البيئة المحيطة يعني مش فقط الأهل قديش بتلعب دور، لأنه دائما بنسمع يعني بتقول لك ابني بالروضة غير البيت، يعني مختلف بالبيت، بتلاقيه مثلا ممكن يكون العكس، شقي ما بيسمع الكلمة، هنيك بيسمع الكلمة في طريقة حوار أو العكس. هون خلينا نحكي البيئة المحيطة دي بتلعب دور للطفل ليساهم فعلا في تكوين شخصية الطفل، كيف فيني خليه يحاور، كيف فيني خليه يتقبل العالم الخارجي، لأنه نحن بنعرف يعني الحياة قاسية، فبتلاقي يمكن الأمهات اليوم كمان بيخافوا على طفلهم زيادة، فكمان هن بيوقعوا بأخطاء. هاي دليل انه لما بنشوف اليوم امهات هي ما عندها اسلوب التحاور، بتلاقي هيك بتلاقي شخصيتها هي كمان بتسمع اكثر ما بتحكي، بتلاقي الطفل كمان نفس النموذج. فنحن لازم من البدايه نحن كامهات وكعائلات كنحن بيئه عم نعيش فيها الطفل، اذا انا فعلا بدي اشوف ابني شخص متحدث، شخص عنده افكار، عنده فكر يحكي فيه، حتى عمره اللغوي اعلى من عمر الولد الطبيعي مثل عمره، انه بشوفه انه مهاراته اعلى، فهذا دليل انه هو عايش ببيئه عندها تواصل صح، عندها مهارات عالية بالحوار والحديث وتوجيه الأسئلة، وحتى الأماكن اللي ممكن هن بيروحوا عليها. يعني اليوم ليش نحن بنقول للأهالي إنه قد ما فيكم خلي الولد يطلع،
خليه يتفرج، خليه يروح يزور حديقة، تتناقش الأم حتى بالبيت. يعني يوم الأم لما تفوت على المطبخ قد ما فيها يتحاول تتحاور مع هذا الطفل، لأنه هي عم تعلمه هون أسلوب الحديث والحكي. فالطفل اللي بيكون هو بنسموه السرسار، هو بيكون عايش ببيئة فعلا غنية كمفردات وأسئلة محزون. بس نحن بنشوف أنه هذا بعدين عم نشوفه عم يتفوق على حاله ومن ناحية يعني على مستقبل المدرسة تلعب دور، والمدرسة تلعب دور هلأ تماما، مدرسة أساس. ونحن كمان بتقييم اليوم الحالات اللي بنشوفها يكون أطفال طبيعية بس تلاقيهم فعلا أنه هن ما بيعرفوا يحكوا، أو هن عندهم مفرداتهم قليلة، أو هن ما بيعرفوا يستجيبوا للسؤال. فكمان في شغلة أنه الأهالي ما بدها تعلم الولد يرد على السؤال، لازم الأم تعرف أنه السؤال اللي بدها تسأله يكون ما بيحتاج مفردات كثيرة، أو مثلا يجاوب من 5 كلمات، لأنه هي بتعرف مستوى ابنها عبارة عن 2 جملتين. فنحاول قد ما فينا نطور من مهارة السؤال بالتدريج، ما نجي ندغري نسأله كثير أسئلة، هو بنعرف مهارات اللغوية ما بتسمح له. هون أنت عم تحطي الطفل وهون عم توقفي عنده حتى مهارات الرد على السؤال، لأنه هذا فن اليوم. أنا السؤال كيف أنا حلله، كيف أنا رد عليه، فهو بحاجة لمهارة كمان. وهي نحن نوصل إلى بعد ما يصير عندنا الطفل لغة سليمة وقواعد صحيحة بالكلام، ومراحل التطور كمان تكون مناسبة. أكيد. كمان خلينا نحكي على اللغات. يعني اليوم بتشوف كتير أهالي بيحبوا يعلموا أطفالهم لغات متعددة، فأحيانا بنشوف إنه المحادثة الطفل صارت هي خليط كلمة باللهجة العامية، كلمة باللغة العربية، كلمة بالإنجليش، كلمة بالفرنش، على حسب شو اللغة اللي عم يتعلمها. فهذا بالتالي صار ما عاد في عنده تركيز، فقد يمكن هويته على التعبير بشكل واضح، وخصوصا انه اليوم انت عم تتعاملي بمجتمع طبقات مختلفة. صح. وقدرات الاطفال مختلفة، يمكن ينجمعوا بمكان واحد بس ما يكونوا كلهم عندهم نفس البيئة ونفس التنشئة ونفس القدرة على انه يتعلموا هاي المهارات. قد ايه هذا بيلعب دور على تعلم اسلوب الحوار؟ هلا كناحية تعليمية كثير اللي عم نشوف مثل ما تفضلتي، وهذا احيانا عم يكون شيء طبيعي انه اليوم نحن بهمنا عمر تحت 5 سنين ركز على اللغة الام، بس كمان نعطي بالمقابل لغة ثانية ما انه غلط، كثير منيح، لانه هذا الشيء الطفل هلا هم مرحلة هو عم يتعلم، فهو هلا اكثر فترة حساسة ممكن هو فعلا يكتسب فيها اكثر من بعد، خصوصي اذا كنا عم نشتغل على لغة ثانية بتعتمد على النبرة، على كيف نحن ننغم بالكلام. هون ببين انه هذا الشخص من الصغر متعرض للغة، فبنشوف بعد مع فترة بيحكي بطريقة طبيعية وسلاسة وبينغم وبيطلع بطبقات الصوت، تدري انه متمرس بهي اللغة. بس امتى هي بتصير بصراحة مزعجة؟ اذا كان الطفل عنده تأخر لغوي على الناحية اللغوية مثلا مثل اللغة العربية، هو بالاساس عنده مشكلة وجينا فوتنا لغة ثانية، فنحن هون عملنا مشكلة. في حال الطفل عم يتطور طبيعي ما نو غلط ندخل لغة ثانية ابدا. كحوار نحن بدنا نركز انه اللغة الام هي لغة الحوار بالبيت، بدها تكون البيئة اللي عم يعيش فيها الطفل واللي هو بدها تتطور عنده المهارات، نضل مستندين على هي اللغة. بس اكيد نحن ما انا ضد انه نطور اي لغات الطفل ممكن يتعلمها لو بعمر صغير، واليوم عم نشوف الروضات عم تتجه لهذا الموضوع. يمكن عم نشوف لما يكون الطفل يدخل للروضه بعمر صغير عم نشوف يمكن مهارات مكتسبه اكثر، اندماج للطفل مع العالم الخارجي، لانه مثلا بتقول لك الام والله ابني الثاني او الثالث غير ولدي الاول، هي المفرده بنسمعها بشكل دائم، لانه يمكن اضطرت تحطه بالروضة. صح. على بكير، فكان الموضوع مختلف وطريقة التعامل هون مختلفة. فحتى تعدد الأطفال بالبيت بيلعب دور في بناء يمكن الحوار أو التربية حتى، يعني بتقول لك العمر مختلف، العصر مختلف والبيئة مختلفة. أكيد أكيد. نحن هون أنت عم تحكي على صار، يعني هي بنرجع على فكرة إنه العناصر كترت، فالتواصل صار أكثر. إذا هو الطفل هلأ اليوم عم نشوف مستوى الروضات سنة عن سنة هي عم تفرق على ناحية التطور، التعليم، كل هذا بيأثر. فالطفل اليوم عم ياخذ تعليم ممكن يكون حديث أكثر من اللي تعرض له اللي أكبر منه مثلا ب3-4 سنين فرضا، لأنه هذا طبيعة الإنسان هو التطور، طبيعة الأماكن لازم تتطور. فاليوم شفنا الروضات فعلا معتمدة على تطوير مناهجها كناحية لغة إنجليزية، غير اللي كنا نشوفه من 10 سنين كاعتمادهم أكثر على اللغة العربية. فهذا الطبيعي هو يرافق الطفل ويطوره أكثر، ونشوف في تفاوت بين الطفل الأول والطفل الثاني والثالث. بس أكيد كلياتهم ممكن هن يكونوا يعني شلون بدي لك، إنه هن بيحسنوا إنه يطوروا حالهم. أنا بيهمني الأم، بيهمني الأم هي شو شايفة ابنها وهي وين رايحة مع هذا الطفل، قديش هي بدها تطور من مهاراته. أنا دائما بقول الأم يلي هي ما عندها مهارات حديث الطفل حيتأثر، فلازم تبلش من حالها. في كمان أحيانا بعض التصرفات يمكن بسبب الضغوطات، يمكن او الام لانه بتشتغل كثير بالبيت مثل
لما تترك ابنها على الموبايل كثير او على مواصل التواصل الاجتماعي لفترات طويله، كمان هذا بيلعب دور في تنميه المهارات او تمام. هي نحن النصائح اللي بنحاول قد ما فينا انه لازم الام تخصص وقت للطفل للتحاور معه وللاهتمام بالحديث اللي هو عم يحكي فيه وللاهتمامات، لانه هذا الشيء كمان هو مدخل لحتى تعرف الطفل كيف بيفكر. الطفل اذا عم يتعرض لمشاكل نفسيه، اذا الطفل عنده اي اساليب معينه هو عم يتبعها برا بالمحيط الاجتماعي غلط، لانه اليوم انت عم تكوني مهارات اجتماعيه، يعني هي اسمها مهارات البراغماتيه. هي والطفل لازم بعد مستقبل نشوفه هو متطور بهذا الموضوع. هون دور البيئة اللي هي اللي عم يعيش فيها هي بتطوره. الروضة هي اكتساب لكتير مهارات، ولكن بالآخر صقلها هو بيكون خلال المكان اللي أنا عم عيش فيه. أكيد دكتور أستاذة، دائما وقت بنحكي بأي موضوع بيخطر ببالي هذا السؤال، إنه نحن حكينا هلا عن الوضع الطبيعي، كيف ممكن الأم والمدرسة أحيانا تكون مساهم بتعليم الحوار؟ طيب إذا نحن عنا مشكلة طفل بعمر معين ما نقادر إنه هو يدخل بالحوار، فات الأوان، خلص الوقت ولا لا دائما في حلول عنه؟ بالبداية أنا حكيت أنه الحوار هو آخر مرحلة منوصل لها. الطفل المتأخر لغويا أو الطفل اللي ما عنده مهارات الحديث لازم نتأكد ونركز بالتنمية كمراحل. يعني أول شيء نبلش بالمفردات، بعد ما تطورت عند الطفل المفردات بنبلش بالأفعال، بتعلم الأم الطفل الأفعال بزمنها الحاضر والبسيط والماضي، تمام؟ نرجع منعلم الطفل كيف يحط القواعد اللغوية الصحيحة، كيف يعطي جملة يركبها. نحن لازم نعرف إنه الطفل اللي ما عنده جملة طويلة ما عنده حوار. فلازم تركز على فكرة إني أنا وسع جملة الطفل ليصير عنده فعلا حوار. بس لما أقول جملة طويلة بيختلف العمر، يعني بيقولوا لك سنتين لازم الجملة مفردتين، من كلمتين وثلاث سنوات ثلاث مفردات، تمام؟ بيختلف كمان. لما أنا أجي أحكي على عمر 7 سنين هي بلشت مهارات الحوار، تمام؟ فأنا عمر 7 سنين ولسه الطفل عندي عم يحكي بجملة من 3 كلمات، فأنا بمشكلة، فأكيد ما حوصل لمرحلة الحوار. هو حيضل طفل بس بيسأله بيستجيب بسؤال بيجاوب على قد الكلمة وبكلمة أو كلمتين فقط، فأنا أكيد ما وصلت لمرحلة الحوار. فهون بيجي تدخلات إنه أنا بدي حاول طور جملة الطفل لأتأكد إنه صار عنده قواعد، وما بتصير جملة الطفل طويلة ولا سليمة إذا ما فيها قواعد صحيحة. يعني بدي أتعلم الأم بالجملة كيف يعطي التذكير والتأنيث، كيف يدخل الصفات، كيف حتى يعطي تذكير وتأنيث للصفة، تمام؟ كيف هو يدخل الضمير، كيف يشتغل على ظرف المكان، لأنه ببلشوا يحكوا كلام لطيف بلش الدلع بيخلطوا الدلع هلا لما نعطي قواعد سليمه ببناء الجمله فانا باخذ حوار سليم. فاكيد هون نحن ما بنتنازل على اي موضوع قاعدي بالنسبه لتطور الجمله عند الطفل، حتى لو كان هو بيتدلع او حتى لو هو عنده لغه الاطفال. انا هون يعني ابدا ما بسمح بمجال التعليم. بس عنده مشاكل مثلا في الكلام او النطق، مش لانه البيئه والمحيطه، هو الطفل نطق. عنده بشكل يعني البيئه هي عم تساعده بشكل كتير كبير، الأم متجاوبة وكذا، بس لا هو عنده أغلب الأولاد عم نشوف مثلاً عندهم فرط نشاط، عندهم مشاكل بالنطق. هي الحالات الخاصة، هون الحالات الخاصة كيف بيتم التعامل معه؟ عم نشوف يعني بنسبة كبيرة مش منا قليلة. تمام. اليوم بالنسبة للحالات الخاصة، أول شيء نحن نقيم مهارات التواصل إذا موجودة عنده ولا لا، مثل حالات اضطراب طيف التوحد فهو عنده مشكلة على مستوى التواصل. فهون بنكون عم نشتغل على مهارات التقليد، تنفيذ الأوامر، فهم اللغة، هي كلها تطور بعدين عنده كيف يبلش يخزن مفردات، كيف يبلش يعرف يبني جملة سليمة، كيف بعدين يبلش يطلب ويتواصل. هون لبلش وصل معه لممكن لو نقطة معينة كيف هو يتحاور. هون شوي بيكون عنا هذول في لهم خصوصية، خصوصية اضطراب طيف التوحد. إذا عم بحكي عن متلازمة الداون، هذول عندهم أسلوب نوعا ما من التواصل لأنه هن اجتماعيين بطبعهم، ولكن هن عندهم مشاكل على مستوى الأصوات كنطق، فمنلاحظ أنه عندهم اضطرابات فونولوجية كوضوح بالكلام، ولكن بيحسنوا ممكن نوعا ما يركبوا جمل ويعرفوا يعبروا، بس كمان بتتخلل خلل قواعدي. هون بيجي تدخل الأخصائيين ببناء الجمل بطريقة صحيحة، بس ممكن يتحاور معك هذا الشخص. الحالات فرط النشاط عندهم مشكلة أكثر على مستوى الإنصات والاستماع، هو بيحكي كثير وما بيسمعك، تمام؟ فهون كمان حتى بيمكن يجاوبك على شيء ثاني أنت ما سألتيه، أو ممكن ما يركز معك بالسؤال. هون بيجي التركيز أكثر على فكرة أنه أنا كيف نمي عنده مهارات الاستماع والإنصات لحتى بلش يعطيني جمل سليمة، لأنه هذا ما بيكون فرط النشاط عنده لا اضطراب لا على مستوى نطق الأصوات ولا على مستوى تنمية اللغة أو المهارات اللغوية، فهو بيبني جملة بس هو ما بيرد بطريقة كتير صح. أكيد بدنا نشكرك أستاذة ولاء على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها اليوم، إن شاء الله يكون كل اللي عم بيتابعنا استفاد عن كيفية بناء الأسئلة والأجوبة والحوار مع أطفالهم. شكرا كتير. شكرا لكم. شكرا دائما. شكرا لك.